حال ولا جار. هذا الاستسقاء لشعر النبي أخي يقول: أدعوك إلى أن تتحلى بالصبر. سكارى سكارى هدانا لم يأبه لآهاته بالطول، كانوا يتهامسون عن أطر القيول في البلاد المنخفضة، ويتحدثون عن استقامة اللغة في ميزان الذاكرة، يشربون يدخنون يضحكون يسعدون ويتأسفون على من غاب من ندماء العمر الجميل، وعلى من مروا من رحابة حاني الملقى وانتشوا إلى حد العريان والخمر والهديان. هيهات أن يعود الذي ولى، هكذا كانوا يتصايحون بصحة ذاك المجهول الغامض، كانوا يتجرعون بنهم العطشان في صحراء بلا قرار أن خاب النبيل المغربي. لم يكن في وسعهم أن ينسوا رحابة ساحة بردان المفعمة بأرجوحة التسامح، نصارى معمرون أو ربما يسوعيون لا أدري، يهود مغاربة أو مغاربة يهود، لا أدري، مسلمون قادمين من تصدع الشرق، وعرب انفلتوا من هضرة التدوين ومتاريس محضرة، أمازيغيون منحدرون من سلالة مصنيسة، ومن جذور أرض كانت لهم ولا تزال مضيئة كشمس في ظهيرة، يشغلون الفضاء والأمكنة والتفاصيل، يشيدون سرح حياة برمتها وتاريخا لم تكن أموالا بالقطع آخر محطاته. معا كانوا هؤلاء بعيدا عن مصل السيف والدم المراق بلا معنى، قريبين إلى حد الثمانة من شرفات الاستعارة، لتكتمل الصورة تماما عن أناس عمروا الساحة بخفقان القلب وغبار الأحذية وكأس الحياة. الإخوة كرامازوف، رغم كل الدم والحقد والضغينة، فالإخوة الأعداء كعادتهم سكارى بقدم واحدة، يواصلون هدم الكرة الأرضية بكبرياء وازدراء وانشراح تماما، كواضع القانون في عنق زجاجة غامضة، فيما الحرب على مقربة من بلاغة القصيدة فاترة تشرح لأشلاء القتلى متين الهلاك وتيه الروح بالصحراء. الإخوة الأعداء أحبة إلى حد العدم، ليس الآن لكن منذ رقص البوح في اتجاه خلاء الأرض وهذيان الفكرة. هم على سابق عهدهم ثمنون في المشهد ومنشرحون في العتبة، يتقاتلون ظهرا وينسون رائحة المذبحة وبريق السيوف وعلامات المرور، يتسلقون أدراج تاريخ معلق في قرص كتاب. الإخوة الأعداء لم يكونوا فرسانا أبدا، لكن ظلهم يختزل بيارق الموت وطهور. شكرا لحسن صوتك.